شريف، استاذ جلال بيقول لك اصرف الشيك ده من البنك. ايه يا طه؟ يا طه الكلمه ايه يا شريف؟ في ايه؟ انت عارف ان محدش بيقول له كلمه بنك؟ في ايه يا زكريا؟ ما ينفعش يا زكريا الكلام ده. ما انت كنت بتروح البنك كويس وبترجع من البنك كويس. من غير ما تقول الاسم، انا عارف انا هروح فين. لا 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 لا، ايه حصل لك يا شريف؟ انت قلت الكلمه دي 500 مرة. انا قلتها مرة واحدة. انت المرة واحدة؟ اه. انت المرتين. مستحيل. لا انتوا بتعدوا. انا قلتها مرة واحدة. ما قلتهاش خالص، انا نفسي اجربها مرة. مرة واحدة بس. انا عارفك على فكرة. مرة بس. تقولها مرة واحدة بس، بس بعد شهر 12. محدش يقول حاجة. هو هيقول مرة، انا القديم انا كإحساس انا اقول ايه؟ طب عشان نبقى خالصين. بنك 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 يا ربي. انت ايه ده يا شريف؟ يا اخي ما ينفعش بقى الكلام ده. يا بنك كرياسي. حلوه دي وحشه جدا. بالعكس، هو انا عندي بقى فكره جديده خالص اقوى من كلمه بنك. يا اخي ارحمني شويه. مش ايه رايكم كلنا نطلع بنكو؟ دي احلى واحده قالت. دي احلى بقى. احلى بتاعت حضرتك يا استاذ. يا جماعه انا هقوم امشي كده. انا اقوم امشي. تمشي تروح البنك؟ انا يا عم بقى لو عندك عقده من البنوك تعالى بنك ام بي كي. تعامل سهل وبسيط وما فيهوش اي تعقيد.